مهم جدا كمان، يعني احنا بنتكلم على النني ومعرفة النني انه اصيب بفيروس كورونا بعد انتهاء التدريب بتعمل قلق شوية يا كابتن أسامة. يعني طبعا. على المستوى الفني حضراتكم تقولوا لنا الحلول، لكن كمان على مستوى التوتر بالنسبة للفرقة يعني. طبعا ما فيش شك اي لعيب مهم، واحنا كنا لسه بنتكلم اهمية مثلا واحد زي احمد فتحي انه بيبقى غايب، او محمد صلاح في الماتش اللي فات، اللعيبه اللي هي ليها تقل وخبره بتاثر. انني يمكن مع احترامنا الكامل ليه، اداؤه في الفترات كتيره مع المنتخب المصري ما كانتش مقنعه لما كان بيجي المنتخب هنا في مصر، لكن الفتره الاخيره لما ابتدى يلعب في الارسنال الاداء ابتدى فيه تحسن. وامبارح بقول مش احسن واحد، انا بالنسبه لي حجازي والونش كانوا افضل اثنين يعني، لكن هو كان برضو من الناس اللي ادوا دورهم يعني. ما تقدرش من الماتشات اللي الى حد كبير بالنسبه لي ادى فيها بشكل كويس، غير ماتشات تانية كتيره يعني، لانه النني المفروض بيلعب في الدوري الانجليزي ونادي كبير، يبقى اداؤه طبعا كان افضل من اللي كان بيقدمه يعني. لكن هو دلوقتي موجود من العناصر الخبره اللي موجوده في المنتخب، اكيد غيابه يؤثر، ولكن الحلول موجوده، ودي برضو ميزه ان المركز ده ابتدى يتواجد فيه لعيبه كويسين في مصر. صحيح. يعني الماتش اللي فات طارق حامد ما لعبش، لعب السوليه والنني. الماتش السوليه عنده انذارين، طارق حامد راجع، اعتقد انه حمدي فتحي هو اللي هيبقى بديل النني. طبعا بديل النني، وهتبقى كويسه جدا يعني. حمدي فتحي وطارق اساسي يعني، هو طبيعي انه اساسي، وحمدي كان الكابتن حسام بيبتدي يلعبه، ولكن اصابته اتعطل لما عمل العمليه، كان بادئ في المنتخب بشكل كويس في ماتشات الوديه، وكان جايب جون جميل في اعتقد في مباراه من المباريات يعني، كان ابتدى يخش، واداؤه في النادي الاهلي الفتره الاخيره من بعد ما رجع هايل. فانا اعتقد هو ده الحل، هيبقى طارق حامد وحمدي فتحي هم مكان السوليه والنني يعني.